قدام عيني. انا بص يا كابتن، وجودي مش فرد عضلات ولا انا محتاج شغل ولا محتاج اتكلم. اي واحد ممكن يتكلم في الكلام الفارغ ده يبقى مش فاهم حاجه، فاهم؟ انا شايف وجود احيانا مع الكوادر بتاعتهم موجوده، مع اهالي الشهداء ببقى موجود معاهم، ما فيش حاجه حد اسمها حد يندس ما بينهم، حد يدخل ما بينهم، الكلام ده مش موجود بالمره. لا هو مش السؤال اللي كابتن مصطفى شادي بيسال السؤال ده، هجاوب. هو بيسال يعني ايه المطلوب؟ المطلوب اللي انت يعني في قرارات اللي هي طبعا كانت صعبه على كل الناس، وشايفين رد فعل للنادي المصري، رد الفعل اللي هو بيروح ويعمل بتاع، وانا قاعد ساكت وانا صاحب الحق. انا بقول لك وجهه النظر بما يرضي الله عليها يعني. هو ليه رد فعل وانا قاعد ساكت وانا احساسي اللي انا مش احساسي، احساس مصر كلها اللي هم ليهم حق، وبالتالي حقهم بيضيع. لما طلع القرار اللي احنا من وجهه نظرنا وكل الدنيا اتفقت عليه، وسمعت الكابتن ايمن والكابتن مجدي كله قالوا القرار، لما قعد وقت طويل قوي كان الانطباع اللي وصل عند الناس كلها، وبالنسبه للتصريحات اللي كانت طالعه من اتحاد الكوره، اللي القرار طالع بقى، عارف انت كابتن لما بقى يطلع احساس بقى ايه. شادي قرب شويه يا شادي عشان تسمع. اتحرك يا شادي كده كويس. وانا عايز اوقفك هنا يا شادي. هو انت القرار الرياضي بتاع اتحاد الكوره الرياضي بتاع النادي المصري هو اللي ليه اهميه عندك، ولا قرار تحويل الناس للنيابه والقصاص العادل للشهداء بتوعنا؟ انهي القرار اللي انت ليك حق تتدخل فيه؟ ليك حق تتدخل فيه الاثنين يا كابتن. لا انت مالكش حق في النادي. ازاي يا كابتن؟ انت ليك حق في ولا في القضاء؟ لا 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 ولا في القضاء. في القضاء ما دام لقيت ان القضاء، لا افرض لو لقى ان القضاء ما فيش حد اتمسك والناس ما ودتش حد نيابه، مش هيتحكم على حد، من حقه ان هو يفضل سائر ويظل سائر. لكن الناس اتحولت للنيابه، القرار الرياضي دخلك فيه ايه؟ ايه؟ القرار الرياضي، القرار الاولاني قرار التحويل للنيابه، ده قرار الطبيعي اللي يرجع حقوق كل الناس. قرار النادي. دخلك انت فيه ايه؟ اقول لحضرتك فيه ايه يا كابتن؟ قوة النادي الاهلي في جمهوره، واللي كابتن مجدي وكابتن مصطفى لعبوا في النادي الاهلي وعارفين معنى الكلمة اللي انا بقولها. قوة النادي الاهلي في جمهوره، بدليل لما النادي الاهلي وكابتن مدحت كان بيتكلم في الموضوع دوت. في جمهوره في التشجيع يا هشادي. ماشي، في تشجيعنا في الملعب. هو كابتن في وجودهم ب 100,000 متفرج في نهائي كأس افريقيا 82. في وجودهم ب 100,000 متفرج كمشجعين في نهائي كاس افريقيا 87، في وجودهم ب 100,000 متفرج في تشجيع منتخب مصر لما وصلنا كاس العالم 90، في وجودهم لما النادي الاهلي راح كاس العالم للانديه. هو ده قوه جمهور النادي الاهلي وقوه جمهور اي نادي. مش قوه الجمهور ان انا اغير قرارات للنادي بتاعي، مش هي دي القوه. حلو، ممكن اسالك سؤال بقى يا كابتن مجدي؟ اتفضل. سؤالين عشان اثبت لكم بس. انا اسمحوا لي ان انا اعلق على حاجتين في القرار. خد راحتك يا شادي. انا مش بصدد ان انا محامي النادي الاهلي، او انا شايف القرارين فيهم خطأين. اول خطا، واحب اللي حضرتك تعلقوا، اللي هو اتحاد الكوره وحضرتك موجود يا كابتن مجدي، طلعتوا قرار من لجنه المسابقات ما فيش حاجه اسمها بدون جمهور. القرارات اللي طالعه ضد النادي الاهلي، اول قرار 4 ماتشات من غير جمهور. اول حاجه ده لسه القرار ده طالع ما فيش شهرين. هو انت مش عندك مجلس اداره يتظلم يا شادي؟ ثانيه واحده يا كابتن مجدي، ارد على النقطه الثانيه بس وعلق. اتفضل. النادي المصري حضرتك القرار طالع اللي انت هتوقفه سنتين ونهائي، والقرار ينتهي 24/3 صح؟ لا، موسمين مش سنتين يا موسمين. موسمين 24/3 نهايه مكتوب كده، بدايه القرار كذا ونهايه القرار في 24/3. مش 2014 دي مش دي برضو القضيه. لا بقى دي مهمه يا كابتن. لا هو مش القرار موسمين يا شادي، مش سنه. مفيش حاجه في الكوره اسمها سنه، حاجه في الكوره اسمها موسم. يعني انت حتى لما يجي لك كل خطابات لاي نادي يقول لك الموسم الرياضي كذا كذا، موسمين الرياضي كذا، فهي موسمين مش سنتين. لكن هل مش عندك مجلس اداره يا شادي هو المسؤول عن حقوق النادي؟ اكيد. ولا انت مهمش دور مجلس الاداره؟ ولا انت ما بتعترفش بمجلس اداره النادي الاهلي؟ لا بعترف طبعا بمجلس اداره النادي الاهلي. طب وايه بقى في طيب يا شادي؟ احنا دي اول نقطه حلوه ايجابيه اهو، بنتفق في الحوار. في مجلس اداره بيقود اسم النادي الاهلي.
لو لقيت في تقصير، لو لقيت في ان حد مش مهتم، من حقك في اللحظه دي ان انت يكون لك دور تعبر عن زعلك من مجلس الاداره ان هو ما بيتكلمش. كل ده مالكش الحق ان انت تتدخل في شؤون العموم اللي هو سواء اتحاد الكره او ليك مجلس اداره. ليه الحق هو الاول ان هو يواجه اتحاد الكره ويعبر على ان العقوبه لا تليق وان هي غير مقبوله. اعتقد هي دي الخطوه الاماميه المطلوبه في الوقت الصعب اللي احنا بنمر فيها. شادي شادي يعني استنى خليه يرد على دي يا كابتن مجدي. عايزين نسمعه برضه. شايف لازم كده شادي يبقى في خطوات مظبوطه ان البلد تعبانه قوي اليومين دول؟ بص يا كابتن، انا متفق مع حضرتك. كل مصر عارفه ان النادي الاهلي برضو ادارته اداره محترمه، الناس بتدير على مدار تاريخها بشكل محترم. بس انت الناس اللي خارجه لازم كلنا نفهم، وحضرتك قلت كلمه قبل كده، الكلمه كابتن ايمن انا فاكر كويس قوي لما قلتها، كنت متابعك وكانت ليها ردود فعل عندهم هايله، اللي هو ايه انت قلت ايه؟ ارجع تاني يا شادي مكانك. الو ايوه معاك، اتفضل اتفضل يا شادي. حضرتك قلت ايه؟ حضرتك قلت للناس دي شباب عنده حب النادي غير طبيعي، لازم ننزل لمستواهم نشوف بيفكروا في ايه، دماغهم اللي هم بيفكروا فيه. صح ده وجهه نظر حضرتك قلتها اكتر من مره. تمام تمام مظبوط. مش الشباب دول ولادنا، هو الشباب دول مين؟ حد غريب؟ بص يا كابتن مدحت، الناس دي باختصار شديد ومش من غير مزايدات ولا اي حاجه، بيعشقوا تراب النادي الاهلي. ماشي، مات منهم 74 اللي هم زمايلهم، واحنا متفقين على حضرتك قلت. هم احساسهم الشخصي الفرقه عندها ماتش وفي ضغوط من الناحيه الثانيه، كل يوم يطلع حد مجلس الشعب وقال حاجات واحتفالات رغم ان الناس تعبان والناس ما عملتش حاجه وسكتوا ومش عارف ايه. لما اي حاجه بتحصل في الجانب الثاني فهم بيقول لك ايه، احنا لينا حقوق ولينا حاجات. لما جت برضه انا مصمم القرارات اللي هي مش الناس منتظراها، ادت للطرفين يبقى في حاله احتقان شديد جدا. طب شادي انا عايز اقف معاك في في في, في مفهوم كلمه بيعشقوا تراب النادي الاهلي. انا اعتقد ان الكلمه مبالغ فيها، يعني هو المفروض بيحبوا النادي الاهلي وبيشجعوا النادي الاهلي، لكن بيعشقوا تراب بلدهم. تعلق بس على حاجه، هل حصل تجاوز ان العشق يتجاوز الوطن ويبقى طائفي لصالح نادي؟ هل معقوله حصل المخ بتاعنا وصل للدرجه دي؟ كابتن ايمن، النادي الاهلي ده جزء من الوطن، بالتالي امر طبيعي لما يوصل حبه للنادي كده بالتالي حب الوطن هيبقى اكبر بكتير. طب احنا دلوقتي محتاجين هدوء يا شادي، لان الوطن بيضيع مننا كلنا. الوطن بيضيع يا شادي. محتاجين هدوء. الوطن بيضيع يا شادي. ماشي انا معاك. الوطن بيضيع يا شادي وانت عارف كده كويس يا شادي. لا الوطن ما بيضيعش. بيضيع لا والله. بيضيع. لا اقول لك يا شادي، لما كل يوم احتجاجات ما عندناش انتاج والبنزين ما فيش بنزين وما فيش جاز. لا انت ما تدخلوش في حاجه، هو الراجل بيتكلم. انا بفهمه الوطن بيضيع منين؟ الله، وانا ما الكره وقفت خلاص. ما هي الكره وقفت يا كابتن. خلينا نسمع وجهه نظرك. اتفضل. اتكلم بصراحه كابتن مدحت. اتفضل يا شادي. هو الكره وقفت عشان خاطر اللي بيحصل ده، ولا كرة وقفت عشان بندير الكرة بقالنا مليون سنة غلط؟ خلينا نتكلم بصراحة. يعني هنصلح دلوقتي المليون سنة هنصلحهم في أسبوع ولا في سنة؟ بقول لك مجدي ولا في اتنين؟ مجدي فيهم 8 سنين. عايزين نسمع شادي شوية وبعدين نعلق. اتفضل يا شادي. دي فرصتي لأن هخليك تحط إيدك على نقط مهمة جدا. اتفضل يا شادي. اتفضل. بص يا كابتن مدحت. اتفضل. الكورة ليه أنا بقول كده يا كابتن مدحت؟ أنت عمال بتعمل ما فيش لوائح بتطبق، ما بتلعبش دوري محترم. انا بتكلم كراجل لعيب كوره طول عمرنا بنقعد في الاجتماعات تسمع الناس الكبيره بس، لما انك لو سمعت مره لعيب كوره ممكن بيتكلم باخلاص وبحب تاخد منه الخلاصه بتاعت الموضوع. لكن احنا حتى اللعيبه بنقعد نهمشها اللي هي بتدور على الفلوس بس وعايزه تكبش من النادي وخلاص، ودي مش حقيقه. فاهم يا كابتن مدحت؟ نعم. اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي احنا على مدار سنين طويلة قوي بندير غلط، عملنا تعصب، عملنا تفرقة ما بين النادي الأهلي ومش الأهلي بس، أقصد كل الأندية. فبالتالي بقى في احتقان من ملاعب، لكن لو أنت بتدير، يعني مثلا هديك على سبيل المثال يا كابتن مدحت. اتحاد الكورة الفترة الأخيرة مثلا، من وجهة نظري وأنا شايف من وجهة نظري بحكم خبرتي الكلام ده مظبوط بنسبة 100%. تمام. أنت بتلعب مفيش دوري منتظم.
لو واحد عدى من قدام لجنة المسابقات بتوقف الدوري، دي رقم واحد. رقم اتنين، لما تيجي تاخد قرار رادع هيخلي يمشي على الكبير والصغير بتروح راجع فيه وتقلل العقوبات، بالتالي عملت احتقان. رقم ثلاثة، بص يا كابتن مدحت، حضرتك كم مرة ملاعبنا عاملة ازاي؟ بقى كأنك نازل فوق العبور. لكن لو انت بتدي قرار رادع يمشي على الكبير وعلى الصغير ما كانش حصل اللي بيحصل ده. واعتقد حضرتك تتفق معايا وكل الموجودين نجومنا الكبار اللي الفترة الأخيرة كنا متفرغين لحاجات بره الكورة، اتهارينا بس فضائي. حضرتك كم مرة قلت يا كابتن مدحت نلعب كل يوم جمعة مثلا ويبقى ماتش في الاسبوع جمعه وسبت والناس كلها تتابع وراحه وتلاقي ملاعبنا اتملت وبشكل محترم؟ ما شفناش حد بيتكلم في الرياضه اللي هو لا عمالين نتكلم في بس، وازاي اعلانات تخش وازاي مش عارف ايه يعمل وازاي نسينا الاهم، ملاعبنا بص كم ملعب محترم بتلعب عليه عندك كل سنه، كل سنه، واسالوا دكتور المنتخب ودكاتره الانديه، كل سنه اكتر من 20 صليبي عند اللعيبه بسبب الملاعب. يعني في نقط مهمه جدا في الدوري الممتاز ولا في الدرجه الثانيه والثالثه؟ ولا في الممتاز والدرجه الثانيه والثالثه؟ في الممتاز ازاي؟ اخيره عايز اقول لك حاجه يا شادي، انت مش سياسي الدوله، الملاعب اللي احنا لعبنا عليها غزل دمياط حاجه اخيره يا كابتن، خليه يخلص وبعدين نعقب معاه. اتفضل. اهم نقطه عشان اثبت لك ان الموضوع العب وخلاص. اتفضل. النقطه دي مهمه جدا. اتفضل. لما راحوا رؤساء الانديه اجتمعوا بالاتحاد وقعدوا مع بعض، محدش جاب سيره الدرجه الثانيه والثالثه خالص خالص ولا سمعنا. اول ما عملوا مظاهره وضغط وراحوا عند الاتحاد، جواب الامن اهو مش عارف ايه. طب اصلا انت ما افتكرتهمش الغلابه. انا بس عايز اقول حاجه في النقطه دي لانها مهمه. انا لو وزير الشباب والرياضه وبسمع اللي لعيب بيقول فرن زي ما الكابتن جمال عبد الحميد كان بيقول مع حضرتك امبارح، وانديه ثانيه راحت عند اتحاد الكوره، لما لعيب بيقول انا بقيت اشتغل في فرن واخد حاجات بالقسط هخش السجن، انا لو وزير الشباب والرياضه ابن كل نادي، دول ولادي، لازم يبقى عندي حلول سريعه ان انا ما ولادي كده عايزين نرجع لهم الرياضه. انت فاهم يا كابتن؟ ما دي حاجات مهمه، يبقى لازم نفسي ومنيه حياتي اقسم بالله العظيم من كل قلبي بقولها، واهم كلمه هقولها في الرياضه كلها او حاجتين اخر هقولهم وهسمع حضراتكم. لازم يبقى في ميثاق اعلامي، ما فيش حاجه واحد ينتقد الثاني، اطلع انا ببرنامج يروح واحد زميلي تاني مش عاجبه عشان يوقع فيا فيبتدي يهاجمني. لازم يبقى فيه ميثاق اعلامي، كلنا ايد واحده مع بعض، والله عايزين يا جماعه كل واحد يقولها باسلوب، هدفنا 1 2 3 4، لان الاعلام عليه دور كبير ويقدر يضغط في نقط معينه يبقى فيها اصلاح. دي واحد. فاهم يا كابتن مدحت؟ معاك يا شادي. اتفضل. رقم اتنين، نفسي حد يجي اتحاد الكوره، واقسم بالله ده من يعني بقالي اسبوع من ساعه ما شايف الجو محتقن عند الناس كلها، نفسي حد يجي عنده رؤيه، عنده علم، عنده فكر، عنده حاجه عايز يطور، عايز يقعد على الكرسي، مش هم الكرسي على قد ما هو يجي يقول في تاريخك حققنا 1 2 3 4. فاهم؟ كفايانا نتكلم في الماده، تعبنا، مش كل حاجه الفلوس، البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس، لكن لما يجي يبقى ليك تاريخ اكتر واحد. طب ما بطلتش ليه بعد ما سبت النادي الاهلي؟ رحت الاسماعيلي ليه يا شادي؟ ورحت اقول لك برافو عليك. ايوه حلو قوي. ما انت لو حلو قوي السؤال ده، هايل. يلا حضرتك، اللي بيعيش بجنيه بيقدر يعيش بالجنيه طول حياته، واللي بيعيش ب100 بيقدر يعيش ب100. انا رحت العب عشان كنت حابب اللي انا العب، وفي نفس الوقت ما نزلش اسرتي من مستواها المعيشي. لا حقك يا شادي، احنا يعني احنا طبعا دور حضرتك يا كابتن مجدي لما يبقى ليا، ما دام حضرتك بتقول كده عايز العب، انا لعبت ولكن انتمائي كل نادي بروحه، ومعروف ان انا راجل بحب النادي الاهلي وبدون ده مش احتراف يا شادي. لو بنتكلم على الاحتراف ما ينفعش تروح انت بتلعب في نادي وانت منتمي لنادي تاني، انت بتنتمي للفانيلا اللي بتديك، اللي بتاكلك عيش، اللي بتديك فلوس. لا احنا عايزين ما نشخصنش بعد اذنك. لا ما اقصدش، احنا عايزين نتكلم في قضيه عامه، بنتكلم في قضيه اهم. لا خلي الموضوع بتاعك على جنب شويه يا شادي، نكمل وبعدين ناخد ده في الاخر. اتفضل. خلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بكلمك ما فيش شخصنه. لا 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 ما فيش شخصنه. ممكن اقول لكابتن مجدي